السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه نتاع الاغواط اللي نتعرف على اشغال، نشوف اين وصلت الاشغال بولايه الاغواط، اشغال طريق السيار شمال جنوب او ما يسمى سابقا بالطريق الوطني رقم واحد في جزئه الواقع في ولايه الأغواط. إذن بعد ما شفنا الجزء اللي كان اللي موجود ما بين المدية والجلفة انتهت الأشغال به، الآن راهي الأشغال سايرة في الجزء الرابط ما بين الأغواط والجلفة، واللي يعرف تضاريس جد واعرة وصعبة، يعني فيه أشغال تاع التراسمون كبيرة وتاع نقل الأتربة، الأشغال تاع الترانسبورت دي تير، إذن فيه أشغال تاع نقل الأتربة إذن كبير، وإن شاء الله الجزء هذا يكون على حسب المقاييس الدولية والمقاييس العلمية نتاع الطرقات في كل مجالات، مجال الأمان وكذلك مجالات يعني المطابقة للمعايير. نخليكم تتابعوا الفيديو حول الأشغال نتاع طريق السيار الرابط بين إذن الجلفة والأغواط، والسلام عليكم. القطر الأول من الطريق الاجتنابي رقم واحد بولاية الجلفة، فبالرغم من التضاريس الوعرة وصعوبة منطقة حواس بمرتفعاتها، لم تحد من عزم الدولة على إنجاز هياكل قاعدية ومنشآت فنية بخبرات وطنية ومؤسسات جزائرية، والمقدرة ب 22 منشأة على طول هذا الطريق الحيوي والهام، لتصل نسبة الأشغال به إلى 50%. مسار الطريق هذا خاصة في مقطعه الأول أو الشطر الأول يقطع تضاريس جبلية وعرة، ويعني ديزونتري اونتير تتجاوز 30 متر عمق 30 متر، وتم إنجاز هي حوالي 22 منشأة فنية. زيادة على هذه كاين منشآت فنية كبيرة، حيث بلغت الأشغال إلى حد الساعة 50% من هذا المشروع. إزالة كل العراقيل التي قد تقف أمام أشغال الإزدواجية على هذا المحور الهام من الطريق العابر للصحراء الذي يربط شمال البلاد بجنوبها، ففي شطره الذي يمر بولاية الجلفة يعد من بين الاستراتيجيات وأهداف السلطات العليا للبلاد بتدعيم شبكة الطرقات وتنشيط الحركة الاقتصادية. هذا المشروع أيضا يندرج في إطار تعليمة السيد رئيس الجمهورية المزداد للولاة الوقوف يعني ميدانيا ومرافقة المستثمرين ومرافقة جميع المتعاملين في تفعيل الحركية التنموية على مستوى الولايات، والذي يندرج في إطار يعني استراتيجية وطنية اللي هو شريان حيوي الذي سوف أولا يسهل في الحركة المرورية وأيضا يدعم فهمت الاقتصاد الوطني، كون هذا الطريق الوطني رقم واحد هو طريق مفصلي يربط الشمال مع الجنوب الكبير. رانا نتبع عن كتب هذا المشروع والذي فهمت يعني يكتسي أهمية بالغة. فتسريع وتيرة أشغال هذا الطريق الاستراتيجي الذي يعد العمود الفقري وشريانا حيويا لشبكة الطرقات الوطنية، تجسيدا لسياسة الدولة بإنجازه وفق معايير عالمية وبجودة عالية وتحقيقه على أرض الواقع.